مشاهد مؤلمة استفاقت عليها محافظة سيدي بوزيد التونسية صباح السبت في 27 من أبريل الفارط، تمثلت في حادث مريع أدى بحياة 13 مزارعة. واعتبر مراقبون أن الدولة التونسية بجل مؤسساتها تتحمل مسؤولية هذه الفاجعة. الحوادث هذه نحن نسموها شاحنة الموت، من المسؤول على شاحنة الموت؟ شاحنة الموت هذه هي الدولة، مو مش هما تنمش نحملوها نحن المسؤولية لشاحنة الموت، لأن الناس هذه كيفاش تعمل؟ ما يهزهم ما يمشوش يخدموا، وهما في أمس الحاجة الخدمة، علما تصوروا أنتم يعني العاملة هذه بقداش تخدم؟ تخدم ب 11 دينار وب 10,000، ونح منها يعني الركوب نتاع الواحد يعني يطلع الحكاية نتاعها في حكاية 7,000 و 8,000، إيش باش تعمل لها؟ الحل هو في تطبيق القانون. ماهوش معقول في الظرف كما هذا، نعرف وزارة المرأة ووزارة النقل قاعدين ماهمش يطبقوا في القانون على نقل الكادحات والعمال في بالوضعية هذيك، ماهوش معناتها حاجة نوصف لها، على خاطر تو نحن في وضعية كونه يلزمنا نطبقوا القانون. وأثارت هذه الحادثة جدلاً كبيراً في الشارع التونسي، حيث عبر أغلب التونسيين عن استيائهم وغضبهم في تقرير ميداني لفريق إيرم نيوز استطلع خلاله آراء المواطنين التونسيين حول هذه الفاجعة. الفاجعة هذه والله أنا متأثر برشا بصراحة. وين الوالي تاع سيدي بوزيد؟ فاش قاعد تعمل سيد الوالي؟ فاش قاعد تعمل وانت تشوف فيهم العباد هذوما كل يوم ياخذوا في الترونسبور هذايا؟ راهو مش أول مرة يصير الحادث هذايا، راهو صارت قبل وبرشا مرات، ونساء كيكا مفروشة في الكياسات ودموماتها، وشفتوهم شكون من نساء، نساء اللي وكلوا فينا احنا، وهو باش يعملوا الفيلم نفس الفيلم، هو بيدو اكتا عازي وتو باش نشوفوا وتو كذا، وهاو الايام بيننا لو كان تصير حاجه مش نموت عليها منا، غاضون بصراحه، خاطر اللي عندهم صغار واللي عندهم كاكا يخلوهم مساكين همية، والله حرام. الدولة مش قائمة بواجبها. صدمة بالنسبة لينا وللشعب التونسي وكل، صدمة كبيرة. 12 وفاة يا رسول الله، معقولة هذا كله الدولة تحمل مسؤوليته؟ وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد دعا مؤخرا في بيان له وزارة الفلاحة والنقل والداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استخدام وسائل غير مخصصة لنقل العاملات إثر تسجيل عدة حوادث من هذا النوع.